انت تنزل دلوقتي حالا تروح ترجعها. لا يا سلامه ما ينفعش. وايه ده اللي مش هينفع يا ابني؟ جليله جدعه وطيبه، دي محدش عمره سمع لها حس في الحته. اللعبه في الدماغ امر من السحر. طب ما انت عارف اهو ان اختها اللعبه في دماغها. في ايه بقى؟ تقف قصادها تقول لها لا. وقفت وانت قايل كده بعضمة لسانك يا اخي. غلطت مره سامحها. انا بحب جليله يا سلام، بحبها قوي كمان. امال في ايه يا واد؟ اقول لك، احنا ما بنخلفش وانا السبب، وهي عارفه ده واستحملت، بس انا كمان شلت كل ده فوق دماغي من فوق. بس انا لو كرامتي اتهنت قدام سلمى انا يبقى خلاص ما عادش ليا قومه تاني. معلش يا اخويا انا مش فاهم يعني. نورنا. لو جليله جت وقالت انها غلطانه هرجعها، اخدها ونعيش في اي حته لوحدينا بعيد عن اختها، حسب لها الشقه والعفش وكل حاجه. مش عايز حاجه غير جليله وبس. بس هي اللي لازم تيجي وتقول انها غلطانه، وانها لما فكرت تجرجرني لحد الاسم عشان خاطر اختها كانت غلطه كبيره، وكبيره قوي كمان. معلش يا اخويا، انت صح. المهم يا حاج، قال لي ان العوامي ده شخص ماشي وبطال جدا ومحدش كان بيطيقه ولا بيحبه، لان كان كل شغلانته ان هو يتجوز اجانب يشتغلهم وياخد منهم فلوس ويسيبهم بس. وبعدين؟ ولا قبلين، قال لي ان هو لما اتجوز مراته اللي معاه دي كان معاه بنت عندها 4 سنين، سابتها له واحده ايطاليه وسافرت. طب مش جايز يكون خلف البنت دي من الست الايطاليه؟ لا يا حاج، لا لا لا، مش بنتهم، هي تقريبا بنت الست الايطالية، لان هو قالوا لي لما هي جت من ايطاليا كانت البنت الصغيرة دي على ايديها واتجوزت العوامي علشان تاخد الاقامة هنا في مصر، والبنت دي فضلت تقريبا معاهم 4 سنين هنا لحد ما هي سافرت ما رجعتش تاني. فالعوامي لما اتجوز مراته الجديدة كان البنت دي معاه، والست دي طلعت محترمة وربنا يبارك لها، ربت البنت، وخاصة ان هي ما كانتش بتخلف. ايه الحكاية كده؟ وده يفسر لنا ليه الراجل ما بيسألش على البيت ولا عايز يعرف اخبار؟ ما هو ده اللي مجنني بقى، انا مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه. كده تميمه لا ليها اهل ولا ليها ورق ولا ليها اي حاجه تثبت نسبها. تميمه رايحه فين يا بنتي دلوقتي؟ رايحه لجوزي يا خالتي. جوزك؟ جوزك مين؟ جابر؟ اللي بهدلك ومرمطك؟ ما انتيش نازله دلوقتي. جابر جوزي وانا مراته. ومن هنا ورايح انا هحط الجزمه فوق دماغي واقعد ساكت. فيها تميمه مالك؟ ايه اللي حصل؟ فين اللي انت عرفته يا استاذ امير؟ لو الحاره كلها عرفته هتبقى مصيبه وجرس. لو الناس عرفت في الحاره ان انا ماليش اهل هتبقى مصيبه وهتفضح. مش كل الناس طيبه قلوبها طاهره زيكم. انا مش عارفه اعمل ايه. انا لازم احمد ربنا ان في حد متجوزني وقاديني. يا بنت والله والله ما انت خارجه ولا معتبه بره باب البيت. مش يا جوزي الكلام اللي انت سمعتيه ده كذب ومش حقيقي؟ ما انا ممكن اقول لك زيه مليون مره. حد فينا يعرف الكذب من الصدق؟ هو ايه اللي هيخليه يكذب يا خالتي؟ اسمعي بلاش وجع دماغ، انا مش ناقصاكي اللي اقول لك عليه تعمليه. خشي جوه دلوقتي. لا مش هدخل، انا كنت قاعده هنا على امل ان ابويا هيجي ياخدني، انما دلوقتي خلاص انا ما بقاليش هم. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا تميمة بنتي؟ انت بتدوري على النكد بمنكاش. افتكري ربنا وكل اللي عليكي انك تبصي للسماء وتقولي يا رب. ومن عارف مش يمكن كلام الراجل ده ما يطلعش صدق. لا صدق صدق، انا دلوقتي حاسه انه صدق. مفيش اب يعمل اللي هو عمله فيا ده. جوزني زي الجاريه وانا عمري 15 سنه. عمره ما سال عليا وعرف اذا كنت زعلانه ولا فرحانه. عمره ما دخل عليا في عيد ولا في موسم. كان بيجي كل سنه ياخد اللي قدامي واللي ورايا ويمشي. كنت دايما اسال نفسي هو الراجل ده ايه؟ لقاني في خرابه ولا على باب جامع؟ حتى بعد اللي حصل الايام اللي فاتت دي ما جاش حتى وقف لي. له حق جابر يعمل فيا اكتر من كده، انا ماليش كبير ولا ليا اهل. استغفر الله العظيم. ده انت اللي عملته معايا يا شيخ زياد. في يومين هو ما عملوش في عمري كله.
بس اللي كان بيخليني اكذب احساسي ده واقول ان ابويا الست اللي ربتني وعزته جلال الله دي امي، والله امي كانت بتحميني وتاكلني، بتحرم نفسها من القوت عشان تجيب لي هدمه جديده وجزمه عشان افرح زي العيال في العيد، والله العظيم امي. استني استني استني، الصباح رباح. ايوه يا خالتي سيبيني سيبيني. تميمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش يجوز الراجل ده بيكذب. لا يا ستي ما بيكذبش ولا حاجة، الراجل ده كان عارف هو بيقول إيه بالظبط، وبعدين أنا سألت في كل السجلات ما لقيتش اسمها. طب مش يمكن يا أمير يا ابني تكون البنت تميمة دي صايد قيد؟ يا حاج لا، أنا عارف أقول لك إيه كويس. الاختيار شيء مستحيل لناس أساسا مجبرين، وإزاي تلومني على الطريق اللي ماشي أنا من سنين؟ الاختيار شيء مستحيل لناس أساسا مجبرين، وإزاي تلومني على الطريق اللي ماشي أنا من سنين؟ وكله فاكر نفسه حر وكلنا مساجين، وكله متربط في ساقية والعيون متغمين، وكله متربط في ساقية والعيون متغمين. انت الكلب تعملي محضر؟ ها بتعملي لي محضر يا بنت الكلب؟ اما رب اما ربيتك اما ربيتك انا ليه راجع ليه لما انت مش طايقه جابر وعيش الجق خلاص؟ تلاقي ابن الشيخ شبعمان ولا ايه يا سنيوره؟ حرام عليكي، حرمت عليكي عيشتك. بقول لك ايه يا جابر، البنت دي تاخدها ترميها بره في الشارع، دي فقر وتجيب الفقر للبيت، نكسب انت انجاز. يا لهوي، بقى انا اسيب بيت جوزي واروح ابات عند بيت ناس ما اعرفهمش غربة؟ طب يا اختي حتى كنتي روحتي بيتي عند بيت ابوكي كانت تبقى مبلوعه. اسمعي يا بنت اسمعي. نعم. بكره تقعدي تنزلي على المحضر، سامعه؟ حاضر. وبكره تنزلي زي الكلب الشغل. حاضر. ها حاضر. واللي اقول عليه تقولي امين. حاضر. قولي. حاضر. خد يا بنت، انت رايحه فين؟ رايحه اوضتي. لا يا حبيبتي خلاص بح، ما بقاش فيه، عملتها قط مسافرين. بصي يا حبيبتي، انت تروحي هناك تترزي عند الحمام تنامي على العتبه، علشان وانا داخله كده وانا خارجه امسح شبشبي الوسخ فيكي، فاهمه؟ غوري تخمدي غوري يا بت.
لك كده يا متولي، يعني الواحد يا اخويا مش ضامن الظروف، وربنا يديك الصحة. يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل حاجة، ما حدش يقول لي يلا انكشحي برا ويبيتني في الشارع. شكلك مش موافق، انت بتحسبني طمعانة؟ طب والله العظيم، والله العظيم، ولا دمي يسيل زي المية دي يا متولي. انا مش طمعانة في حاجة يا اخويا، انا بس عايزه اضمن يعني يا اخويا ان ما حدش يرميني برا. يخص عليك يا متولي، ده انت حبيبي يا راجل، ده انت قاعد هنا جوه القلب ومستربع. ماشي، بقول لك ايه؟ شاي؟ بس كتري سكر عشان عايزاكي برد. داي. هلا والله، كويس ان انت جيتي، ده انا ببقى قاعده هطقم الزهق مش لاقي حد اكلمه فبنام. والنبي من سمعك وانا كمان. سمعت ان انت اشتغلتي عند البيه اللي بيشتغل عنده سلام. اشتغلت انا والملزقه دي. مين يا اختي ملزقه دي؟ سهنة ملزقه عاليه بتاعت الحلاوه يا اختي. يا شيخ والنبي، البيت اللي تفتكريها طيبه وعلى نياتها طلعت ميه من تحت تبن، على راي المثل اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. لا طالما دخلنا في فرعون بقى يبقى احنا محتاجين نركز واحنا بنتكلم. خدي السكر. كترت، خلي السهره تحلى. قولي ايه بقى اللي حصل؟ بقولك البت اول ما دخلت البيت وحطت رجلها قعدت تتدحلب كده على مين؟ على الواد سمير ابن صاحب البيت. يا شيخه وحياه امي زي ما بحكي لك كده، بس كلام في سرك؟ لا. دخلت يا بت اودي له القهوه، لقيت الملزقه دي واقفه الواد قلع القميص. يا لهوي، اول نعمه قلع القميص. كله كده ومفيش حاجه؟ مفيش اي حاجه. النصيبه مش في كده. امال النصيبه ان الست هانم عايزه تعمل عليا انا رئيسه. تقولي ايه؟ سيبك انتي، والله ما بحب اجيب سيره الناس. الهي يا رب اللي تجيب سيرتي تحت رحرتي يا رب. والله عندك حق. رابت ايه؟ بصي لي كده ليه؟ هو كان قلع القميص بس يا بت؟ عليا انا برضو. ما تسيبك يا اختي من القميص ومن عاليه ومن الجو ده. مين الواد اللي زي القمر اللي كنت راكبه مع العربيه ده؟ يا ساتر يا ساتر، الله اكبر. اخصى عليكي كده ليلى؟ تظن انا فيا الكلام ده؟ تظني فيا كده؟ والله ابدا، انا كنت بس عايزه اعرف العربيه الجامده دي احلى من عربيه سلامه. الواد ده مش شغال عليها، الواد ده شكله ابن ناس. يخرب بيتك. ابن ناس يا اختي، ابن ناس وعربيته. اتبطي بقى. يا بختك يا بنت المحظوظه. يا بختي ايه؟ وانت فاكره ان انا مصاحباه؟ يا اختي ما تصاحبيه، فيها ايه؟ فيها ايه؟ لا يا حبيبتي ما فيهاش حاجه، بس انا مش مصاحباه. يا بختك يا بختك يا بنتي يا ليلى، شغلانتك دي حلوه قوي، تشوفي فيها ناس كتير قوي رايحين وجايين وناس نظيفه وريحتها حلوه. يا بختك يا بنت المحظوظه. يخرب بيت عينك يا بت، يا بت ما انت عندك سلامه. سلامه مين؟ سلامه مين يا اختي؟ ده هيعيش سواق ويموت سواق. كانت نيله في حظنا الهباب. خشي اندي لاختك. وانا بقول لك انت عايزها في ايه؟ ولا هي حاجه سر؟ لا مش سر يا اختي، خشي اندية بس وما تصدعناش. اقول لك لو المحروس اللي بعتك قول له خلاص بح انتهى ما عادش فيه، وقول له كمان ما صدقت ومش هتسيب حقها على اللي عمله ده، وان كان فاكر ان احنا ولايا لا احنا ب100 راجل. في ايه يا سلامه؟ هو اللي بعتك؟ لا مش شويه كده. شويه؟ لا مش هو اللي بعتني جليلة، ولو عارف ان انا جايلك هيزعل مني. انا بس مش مصدق اللي بيحصل بينكوا ده. ما ينفعش يا جليلة كده، ومش هسيبك تخربي بيتك بايدك على فكره.
خرب ايه؟ ولتعمر ربنا فرجها. لا حول الله يا رب. انت مالك انت؟ انت مالك؟ انا بكلم جليله، ايه اللي دخلك انت؟ لو سمحت يا سلمى اعملي لسلامه شاي. لو سمحت اعملي لسلامه شاي. دي خيبه ايدي يا ربي، ما صدقنا خلصنا. اقعد يا سلمى. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت مش هتلاقي زي فتحي. عارفه. طب ايه؟ ايه؟ اقول لك انا لو منك تقومي دلوقتي حالا تروحي تعتذري له وتبوسي راسه كمان عشان انت غلطانه، صح ولا لا؟ اقسم بالله انت غلطانه وانت عارفه. عارفه برضو. الله، امال في ايه؟ بقول لك يا بنت، بقول لك ايه؟ انا عارف ان انت جدعه وعارف ان انت بنت اصول وبنت ناس، سيبك من اختك دي. البيت دي مش هتنفعك ومش شبهك، انا عارف اللي انت عملتيه ده كان غصب عنك. ما تسمعيش لاختك عشان هتخرب عليكي، اسمعي مني، انا بقول لك كلمتين من قلبي على فكره، عشان انت زي اختي بالظبط، صح ولا لا؟ فتحي ما فيش زيه. انا عشت معاه سنين وعمري ما شفت منه حاجه وحشه. بالعكس ده استحملني واستحمل سلمى. ولما بابا مات ما سبناش ولا طلب مني مليم واحد. وعمره ما سالني عن اللي سابه ابويا او اللي سابته امي. هو صحيح يعني مش ورث، بس انا عمري ما حسيت في حياتي ان في نيته اي حاجه وحشه من ناحيتنا. الله، امال فيها يا بنت؟ تعبت يا سلامة، تعبت. فتحي صحيح طيب، بس ايه اخره الطيبه دي؟ تقصدي ايه؟ تعبت من التفكير، تعبت من ان ابص لكل الستات اللي حواليا والاقي كل واحده شايل عيل والتاني وانا زي ما انا. قلبي بيوجعني لما بسمع كلمة ماما بتتقال لكل اللي حواليا وأنا ساكتة وعاملة نفسي مش واخدة بالي. مش هكدب عليك، أنا لسه بحب فتحي وبحبه قوي كمان، لكن رغبتي في إن أكون أم أكبر بكتير من حبي ليه. طلاقي منه ممكن يكون فرصة ليا في إن أكون أم. يا سلام، عشان خاطر يا سلامه ما تقولوش ان انا قلت لك الكلام ده. جرابت، هو انا عايز ولا ايه؟ اقسم بالله ما يعرف اني جيت لك. معلش برضه انا باكد عليك، يمكن لسانك يغلط كده ولا كده، او تحاول تصلح الامور زي ما انت بتعمل دلوقتي. واوعى يا سلامه تخليه يجي هنا. فتحي لو جه هنا انا مش هقدر اقول له لا، ومش هقدر اقول له انا مش راجعه لك. طب يا جليله حاولي تراجع نفسك يا بنت وتفكري. ما تقولهوش ان انا سبته عشان عايزه اخلف. أنا مش عايزاه يحس إن هو كراجل ناقصه أي حاجة. والله العظيم حرام، حرام يبقى اتنين بيحبوا بعض ويحصل معاهم كده. ما تعرفش الخير فين؟ يمكن اللي حصل ده يكون خير ليه قبل ما يكون خير ليا. وخلي بالك مني يا سلامة. آخر كلام؟ آخر كلام. مفيش سكر. طب بالإذن يا أختي. حلو قوي. تقي المحروس بعتك تحنن وتسلك وهو يجي يرشق، صح؟ لا والله. هيب. بصراحة ما قدرتش أنام غير لما أجي أطمن عليكي. طب اتفضل اتفضل. ايه، هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا لا، ابدا ابدا ابدا. بس مين الكابتن؟ وانت مالك انت؟ يبقى مين؟ ايهاب المجري، رجل اعمال. وحضرتك مين؟ سلامه، سواق بالاجره. الله، في ايه؟ سلمى سلمى، عيب ما يصحش كده. لا مش عيب، مش عيب خالص. تمام. السواق اللي بالأجرة ده أرجل من أي حد تعرفيه، على الأقل جدع وابن بلد وبيفهم في الأصول. ما تبقاش تطلب شاي يا باشا، أصل ما عندهمش سكر. أسكر؟ معلش يا إيهاب، ما تاخدش في بالك يا إيهاب. اتفضل اتفضل. هو في ايه وماله بيتكلم معاكوا كده ده؟ معلش المكان يعني
كان يا سلمى بس، ما انت عارفه انا كنت ايه، وانا مش حكيلك على كل حاجه. برضو الناس ما قامت، وانت كنت حاجه وبقيت حاجه تانية، هو ده المهم. انا هعمل شاي والسكر واحنا عندنا اكتر منه. وانا اسف جدا يعني ان انا جيت في وقت مش مناسب وما اديتش تليفون يعني قبل ما اجي، بس انت عارفه سلمى حد مهم جدا في حياتي، واي حاجه بتحصل لها وبتاثر فيها كانها بتاثر فيا انا بالظبط. بصراحه انا كان ليا كلمتين ليكي عايز اقولهم لك. انا عارف ان الوقت مش مناسب وان انا يعني بتدخل في اللي ماليش فيه. سلمى كانت حكيت لي عن انفصالك من جوزك. بصراحة لو أقدر أعمل حاجة أو يعني أحاول أرجع المية لمجاريها هكون مبسوط أوي. لا، الأمور مش هترجع لمجاريها. اللي عمله كبير أوي يا إيهاب، وأنت جايتك هنا أكبر بكتير من أي حاجة. هو أنا لما كنت شجع عشان خاطرك حاجة عشان خاطرك. قوم الكفرة اللي ما عندهمش إنسانية يضربوا النار كده من غير لائحم ولا دستور، مع إن فيه هدنة واتفاقية. أنت غفلانة عن معاملة اليهود يا ست فتحية. يا لهوي على اللي كانوا بيعملوه. أنا بقى مش عارفة أنت كنت واعي ولا لأ، أنت كنت لسه صغير. كانت صفارة الإنذار تنطلق من هنا علشان إحنا نسيب بيوتنا ونجري، بس إحنا لأ، ما كناش بنسيبها عشان بيوتنا دي كانت قايمة علينا. هي صحيح كانت قديمة لكن قوية وصلبة. كنا بندهن الازاز ازرق ونطفي النور عشان ما يعرفوش ان احنا جواها. قول لي بقى، اهم دول كيلو كده. الكيلو بقى بكام؟ بخمسة جنيه ست فتحيه. خمس عفاريت لما يركبوه. هو انت فاهمني كبرت وخرفت ولا ايه؟ انا قاريه التسعيره في الجران قبل ما اجي. تسعيره ايه يا ست فتحيه؟ ما تصلي على النبي امال. عليه الصلاه والسلام. هو انت تسرقني وتقول لي صلي على النبي؟ خد، مفيش غير 3 جنيه اهم. سلامه. بقول لك ايه؟ ما تاخدنيش يا اخويا كده لغايه المترو، اصل رجلي وجعاني ومش قادره امشي. ابن حلال يا سلامه. انا كنت رايحه السيده زينب عشان ازور. اوعى شويه كده يا ساميه فسحي. ازيك عامله ايه؟ يلا خدني معاك بقى. كب. يا هلا. ايوه جاي يا محمد. تعال، والدتك بتسال عليك. خير يا امي، ايه اللي جايبك؟ في ايه؟ طب اعذرين انا بقى يا ست الكل، معلش مش هقدر اقعد معاكم. اتفضل، عذرك معاك. عن اذنك. تعال تعال، انت هتتنحي من دي. تعال يما اقعدي يا ست. ما تقعدي. في ايه؟ ايه اللي جايبك؟ جاي اشوفك بتشتغلي فين، والشغلانه اللي مش عاجبه ابوكي دي. يا اختي ما كنتي سالتيني في البيت وكنت رغيت لك على كل حاجه. يا هي وانت مستعريه مني ولا ايه؟ ايه يا اما الجو القديم ده؟ بس انا كنت عارفه انها شغلانه حلوه. هو ابوكي ده اللي فقري. يا ساتر يا رب. انت عارفه يا بت انا عملت اللي عملته ده من شويه؟ لا، من عماير السودا، من العيشه الفقر اللي انا عشتها معاه. يلا يلا بلا خيبه. المهم طيب يا خيام، وانت مالك؟ يا بنت عايزه اطمن عليكي. ريحي نفسك يا اختي، باخد 1500 جنيه. حلو حلو. من الاكل والشرب عليهم؟ الله، بتدرقيني كده ليه؟ صح؟ صح. والوله، الوله سلامه بياخد كام؟ ها؟ يا بنت انطقي. يا اختي سلامه، مين اللي انت حاطاه في نافوخك ده؟ يبقى اكيد حطيتي عينك على حد هنا. حتى لو حطيت عيني هيشوفني على ايه باللي انا فيه ده؟ يا بنت ده انت قمر. انا متاكد ان انت دلوقتي نشنش على حد هنا هيشيلك من الهم والفقر اللي انت عايشه فيه. والنبي ما عارفه اقول لك ايه. قولي فرحي قلبي. الواد سمير بيه ابن عبد العزيز صاحب الهلومه دي كلها. ما اقولكيش الواد قمر قمر.
ايه؟ ناوي على ايه؟ ناوي على ايه بس ايه؟ الواد هيتجوز الشهر اللي جاي، بس يا عين امه. ماله يا اختي؟ الواد اعمى. اعمى؟ وماله؟ اعمى اعمى. الفلوس تخليه له مليون عين. بس انت ما تعرفيش حاجه. البت عاليه الملزقه. لازقاله يا اختي. هذه الحلوه؟ ايوه. تركزي معايا. الواد ده يجي منه. تقصدي ايه؟ يا بنت ما تبقيش هبله زي امك. اسمعي كلامي، ما تخيبيش خيبتي وتعيشي العيشه السودا اللي انا عشتها. كل الرجاله تحب اللي يدلعهم ويهننهم ويحسسهم انهم ياما هنا ياما هناك. اسمعي الكلام. ايوه يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني حنني قلبه، خليه يشوفك. اقول لها ايه؟ السمع ايه؟ اقول لك الواد اعمى، اعمى ما بيشوفش. يا بت، هو لازم يشوفك بعينيه؟ يشوفك بعينيه، يشوف حنية قلبك عليه، يشوف ان انت محسساه ان ياما هنا ياما هناك، هو كل في الكل ويستاهل احسن من اللي هو فيه. ايوه ده يجي منه ايه يعني؟ هيجي منه يا بت، هيجي منه. يجي منه ان انت تحنيني قلبه وتخليه يحطك في دماغه ويفكر فيكي. وبعدين يعني؟ اعملي بس اللي انا بقول لك عليه. وبعدين دي سيبيها عليا انا. هسحب الثلاجه والله. اشكرك اشكرك. مراد بيه مبسوط منك قوي يا واد يا حسني. بيقول ان الاستاف بتاع المره اللي فاتت اللي انت جبته كان جامد جدا وعلى له دماغه. انا تحت امر الباشا. دوحه بتقول لي انك كنت عايز تسافر. يا سلام يا باشا، ده لو حصل ابقى خدامك. عايز تروح فين؟ وكمان هنقى سعاده الباشا. يا ابني انا ليا معارف في كل الدنيا، قول لي بس عايز تروح فين؟ على وضعك يا باشا طبعا، ده انت نار على العالم. انا من ايدك دي ايدك دي، اهم حاجه نروح ناكل عيش في اي حته. انت معاك ايه؟ معيش دلوقتي يا باشا، بس الواد حماده قديرس عنده استحقاق صح، هجيب لك يعني. لا 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 لا، انا ما اقصدش، اقصد معاك شهاده ايه؟ انا خريج كليه اداب. جامعي؟ متعلم بقى. يا باشا، انا اداب تاريخ. وتاريخ كمان؟ مع اني مش باين عليك. نعمل ايه يا باشا بقى؟ ما الدنيا قاعده بتلطش فيا وما سابتش قلم اللي مدتهولي. يخرب عقلك يا واد يا حسني. ده انت طلعت بتاع مدارس ومتعلم يالا. ايوه متعلم، بس هنيجي ايه جنب العلامه اللي عند حضرتك يا انسه؟ قصدي قصدي يعني والله ما انا عارف اقول ايه يا باشا. خلاص خلاص يا حسني خلاص. اي حاجه ثانيه عايزها؟ لا يا باشا، ده انت اللي تؤمر. انا عايزها بقى المره دي زي المره اللي فاتت، عايز دماغي تعلى على الاخر. يا سلام، ده انا هعليها لك بنفسي يا سعاده الباشا. هوا ماشي. هوا تعالي يا امير. أنا ممكن أعرف إيه اللي في دماغك بالظبط يا ستي؟ شوفي يا أمير، الشقة دي مقفولة من يوم أمك ما ماتت الله يرحمها، وأيامها أبوك أصر إن أنا أسيب الشقة وأطلع أعيش معاكم، ومن شوية اتفقت أنا وهو إن إحنا نسيب لك الشقة اللي فوق عشان تتجوز فيها. أتجوز يا ستي؟ أنا فين والجواز فين؟ وبعدين أنا لو اتجوزت في أي حتة في البلد لازم تبقي معايا، ما أقدرش أعيش من غيرك ما أنت عارفة. لا يا حبيبي، دي وصية أمك الله يرحمها إنك تتجوز في الشقة اللي هي اتجوزت فيها، وبعدين أبوك خلاص اتفق مع الصناعية وهيخلي لك الشقة زي القصر. ربنا يخليكي ليا يا رب ويديكي طولة العمر، أنا بموت فيكي أقسم بالله. الله يخرب بيتك يا حسن. مروحة، ايه المكان الحلو ده؟ السلام عليكم. تصدق بالله؟ ده انا أول ما شفتك على الباب أكيد لقيت لي إيه. أوبا، ايه المكان الحلو ده؟ أعمل إيه بقى؟ ما الواد حسني عمال أكلمه وما بيردش عليا، من ساعة بشتغل هنا طارنا يا ابن ال. طب يلا تعال تشرب إيه بقى؟ لا مش عايز حاجة. يبقى أنت مكسوف مني. لا كسف منك إزاي؟ ودي تيجي. طب بص بقى،
انت هنا ضيفي مش ضيف حسني وضيف ساميه اكنه صاحب مكان بالظبط، يعني اللي تأمر بيه يتنفس في الحال. ماشي، يبقى نشرب اي حاجه. اي حاجه اي حاجه؟ لا كده كتير. والله ما كتير، بس انت قول. اقول ايه؟ كنت عايز. عايز ايه؟ عايز حسني، في حوار بيني وبينه كده. طب يعني اللي انت عايزه من حسني ما يتقاليش انا؟ يا ريت كان ينفع، والله ما ينفع. يبقى انت لسه مكسوف مني. لا مكسوف منك، عيب تقولي كده على فكره، انت اكتر من اخ. 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 طب يلا قول. يا بنت ما ينفعش اقول. ايه ده؟ مش ممكن. استغفر الله العظيم يا رب. اعز اصدقائي مع اعز صديقاتي، ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ عايز ايه يا حسني؟ في ايه؟ عايز صاحبي. ايه ده انتوا جايبالي موز يا سامع؟ بتغريه؟ كمان بلدي؟ عايزك في حوار يلا. ايه قول؟ يلا في ايه يلا سامية؟ مش غريبة دي مننا وعلينا يعني. سامية مش غريبة؟ اه. ماشي، طب شخشك جيوبك بقى عشان اخوك بيكح تراب. الواد فتحي قاعد عندي بقاله كام يوم والدنيا بايظة. شخشخ ياه، في ايه؟ عايز فلوس يعني؟ اه عايز فلوس. يا لهوي، طب ما قلتش ليه؟ اي يا عم انت في ايه؟ ما قلتش ليه؟ انت في ايه مالك؟ انت بتقلك لما تبقى محتاج فلوس سامية مش هتديك يعني؟ على فكرة بقى دي جدعة قوي 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 وبنت حتتنا وعمرها ما تعز حاجة على حد بتحبه. يا عم دي جايبة لك موز. جايبة لك موز؟ يا معفن. اخرج انت منها يا حسني، مالكش دعوة. في ايه يا سمسمة مالك داخلة حامية عليها كده ليه؟ عينك هتطلع على الواد من امتى يعني؟ من امبارح. يا دي حسني جرى ايه في ايه؟ طب وفيها ايه يعني؟ مش الواحد لازم يقول الحقيقة؟ اصل انا بصراحة من ساعة ما عيني جت في عينيك وانا حسيت كده اني لأول مرة بشوفك. ايه؟ عيب؟ حرام؟ لا من ناحية عيب لا، لكن من ناحية حرام لا برضه. عجبني، دخل مزاجي، حسيت كده ان هو ده اللي روحي رايحاله. كده يا جدعان انتوا هتغنوا عليا ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يغني عليك، ده انت يا اخويا تغني على عشرة زينا. امال في ايه طيب؟ ما تهدي يا قطة. طب ما انت حلو اهو بتلون. بلون بس؟ انا بلون وبرسم كمان. بس دي حاجة اوعى اللي يا اخي. ايه؟ عشر موز ولا ايه؟ هروح انا.